جولة المفاوضات الثنائية والتي انعقدت اليوم ما بين الوفد الإسرائيلي والوفد المصري بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح. يعني من الواضح لا تزال القضايا العقدة الظاهرة أمامنا مرتبطة بالرفض الإسرائيلي للانسحاب، سواء الانسحاب الكامل أو الانسحاب المتدرج من محور فيلادلفيا. وظهر ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أيام قليلة، الذي يؤكد أن أحد المرتكزات الرئيسية لإسرائيل هي البقاء في هذا المحور وعدم الانسحاب منه تحت أي ظرف من الظروف. المؤشر الثاني أن هناك جولة أخرى من المباحثات سوف تعقد في يوم الأحد والاثنين المقبلين، على نحو يشير إلى أن رغم ما يتم الإيحاء لي بأن هناك تقدم، إلا لا تزال لم يتم الوصول إلى هذا التقدم، وأن هناك فجوة لا تزال قائمة في الموقف المصري مع إسرائيل، سواء فيما يخص الأفكار الجديدة التي طرحت، سواء من جانب تل أبيب فيما يرتبط بإنشاء ووجود 8 أبراج للمراقبة على محور فيلادلفيا رفضته القاهرة، وكذلك الاقتراح الأمريكي الذي قلص هذا العدد من 8 إلى 2 وهو ما رفضته القاهرة مرة ثانية. لكن على أي حال الإصرار على وجود مباحثات يعني متتالية بعيداً بأن هناك بعيدا عن هذه النقطة والإصرار على وجود مباحثات وتفاهمات واجتماعات أيضا، لماذا إسرائيل تتمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا علما بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أخبرت الطبقة السياسية الإسرائيلية بأنه لا فائدة من وجود قوات الاحتلال في تلك المنطقة؟ أولا، بنيامين نتنياهو جزء من النسق العقيدي الحاكم لي من وجهة نظري يرمي إلى إرباك المفاوضات السياسية وإطالة مدتها، وفي نفس الوقت الاستمرار في العمليات العسكرية الميدانية، بما يؤدي إلى إطالة مدته في الحكم، وبالسمة الابتعاد نسبيا عن المحاكمة الذي تنتظره في لحظة ما بعد سكوت المدافع. النقطة الثانية وهي أن بنيامين نتنياهو يرى أن فرصه السياسية تكون أفضل مع إدارة دونالد ترامب المحتملة، أفضل من الإدارة الديمقراطية، سواء بوجود بايدن أو بقدوم هاريس، وبالتالي هو يحاول كسب المزيد من الوقت، لا سيما وأن الانتخابات الأمريكية لم يتبقى عليها سوى أقل من 70 يوم، وبالتالي هو يحاول كسب المزيد من الوقت في هذا السياق. النقطة الثالثة هو محاولته أن يحرز بعض التقدمات الميدانية، يحرز بعض الأهداف، سواء فيما يرتبط اصطياد بعض الرؤوس المدبرة لهجمات 7 أكتوبر، حدث هذا مع الضيف، ربما هناك بعض المحاولات لاستهداف يحيى السنوار، ولذلك كان أحد شروط حركة حماس على لسان السنوار هو أن يكون هناك تعهدات أمريكية بعدم استهدافه من جانب تل أبيب في لحظة ما. وبالتالي هناك العديد من المبررات التي تشير إلى الإصرار الإسرائيلي على البقاء في محور الريف. هناك أيضا سبب من رابع يرتبط ب المحاولات المستمرة من جانب تل أبيب ومن جانب بنيامين نتنياهو لتحويل مصر من وسيط في الأزمة إلى طرف في الأزمة. هي بالفعل مصر طرف في الأزمة، لأن مصر طرف ما هي الغاية؟ منحاز للحقوق الشرعية، عظيم، منحاز للحقوق الشرعية الفلسطينية، بل هي في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. ولكن لماذا لماذا يريد نتنياهو تحويل مصر الى طرف؟ اولا، الاسباب عديده. اولا، صرف النظر عما يجري من انتهاكات واسعه من جانب الـ السياسات الاسرائيليه
في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بدرجة كبيرة. النقطة الثانية وربما هو مناكفة في الموقف المصري الذي ينحاز إلى الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، لأن مصر منذ اليوم الأول كانت رافضة لسلوك بنيامين نتنياهو الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، الرامي إلى تهجير الفلسطينيين، محاولة لإزاحة الشعب الفلسطيني والقاطنين في غزة إلى داخل سيناء، وبالتالي ده جزء من سلوك عام خاص بإسرائيل منذ مرحلة ما بعد هجمات 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. طيب دكتور محمد، كنت تتحدث حضرتك في نقطة توالي المباحثات والاجتماعات بشأن الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، برأيكم هل من الممكن بالفعل أن نصل إلى هذه النقطة بالرغم من تعنت نتنياهو؟ يعني نتنياهو ليس فقط على صعيد وقف إطلاق النار متعنت، بل أيضا متعنت في مسألة معبر رفح ومحور فيلادلفيا الآن. هناك صعوبة من وجهة نظري للوصول لذلك في ظل وجود بنيامين نتنياهو. الرهان بدرجة أساسية على إلى أي مدى سيكون هناك تمرد من الليكود داخل تمرد الليكود على بنيامين نتنياهو، ولا توجد مؤشرات توحي بذلك، أو أن تكون هناك معارضة إسرائيلية داخلية قوية، وأيضا لا توجد مؤشرات على ذلك، تحدث لا توجد مؤشرات على ذلك، خاصة وأنه نجح في إحداث موازنة عبر ضغوط مضادة تقودها احتجاجات لأسر القتلى من الجيش الإسرائيلي اللي هو 1200 شخص في هجمات 7 أكتوبر، على نحو يجعل أن هناك معسكر مع ومعسكر ضد. النقطة الثالثة أن الضغوط من جانب إدارة بايدن هي ضغوط لإدارة هشة، في انقسامات كبيرة داخل الإدارة فيما يخص التعامل مع إسرائيل، فيما يخص الموقف من حرب غزة، وبالتالي الضغوط التي تمارسها ضغوط ليست فعالة. حتى الصفقات التسليحية عبر تصدير بعض الأسلحة والذخائر لإسرائيل يتم تمريرها بدرجة كبيرة. الدعم الاقتصادي منذ اليوم الأول للحرب كان مستقر بدرجة كبيرة، وبالتالي مع انتفاء الضغوط الأمريكية الفعالة وانتفاء الضغوط الإسرائيلية الداخلية. طيب وهل دكتور محمد من خلال خبرتكم ومتابعتكم لما يجري في ملف المفاوضات والتحركات الأمريكية في المنطقة، هل لمستم موقف جدي أمريكي ضاغط على الجانب الإسرائيلي؟ بنرى موقف على مستوى الكلام لكنه لا يتوازى معه موقف على مستوى الأفعال. نحتاج إلى التحول من التصريحات العديدة. يعني على سبيل المثال الموقف الأمريكي متطابق مع الموقف المصري فيما يخص الرفض لبقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، ويتم اعتباره احتلالا في هذا السياق. فإلى أي مدى استطاع بلينكين عبر جولته التاسعة في المنطقة، كان يفترض أن يقنع نتنياهو بخطورة ذلك، ليس فيما يخص حرب غزة وإنما إحداث توتر مستدام في العلاقة مع القاهرة. وكما تعلم حضرتك أن العلاقات المصرية الإسرائيلية متوترة سياسيا، وإن كان محتفظة ببقائها على المستوى الأمني والاستخباري. النقطة الثانية في هذا السياق وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية متضاربة في كثير من تصريحاتها، يعني توحي بأن على وشك الوصول للاتفاق في حين أن هناك قضايا عالقة لم يتم الاقتراب منها بدرجة كبيرة. وهذه القضايا لا تقتصر فقط على المرتبطة بالبقاء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا أو فيما يرتبط بفك أوصال الوحدة الترابية الفلسطينية ما بين شمال قطاع غزة وجنوبه، لكن هناك قضايا أخرى المرتبطة به العدد الذي يتم المقايدة ما بينه وما بين الرهائن الإسرائيليين في مقابل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هوية هؤلاء أيضا في هذا السياق، لأن بنيامين نتنياهو يرفض بعض الأسماء الذي يتم الإفراج عنها، بالإضافة إلى رفض عودتهم مرة أخرى إلى مقر إقامتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى
خروجهم إلى بعض الدول الأخرى في هذا السياق. أشكرك. نحن نتحدث عن حزمة من القضايا المعقدة.